يعطيكم العافية. بالنسبة لتجربتي اليوم راح تكون Principles of Wind Energy. أهم شيء نعرف الأهداف تاعت التجربة الرئيسية، نتعرف على الـ Principle of Wind Energy والأجزاء الرئيسية للـ Wind Power Plants. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية بنتعرف على الأجزاء الرئيسية في الجهاز الويند الموجود عندنا داخل المختبر اللي هو اسمه Wind Simulation Device. تمام، هذول الشغلات أكيد مهمة عشان تكون أنت عارف كيف الويند بدها تشتغل، شو في المكونات الرئيسية اللي موجودة فيها، شو وظيفة كل واحدة وكيف مبدأ عملها. في البداية عشان نكون عارفين، الويند توربينز هو عبارة عن جهاز نحكي بيحول لك الكاينتيك انرجي لميكانيكال باور. هذا الوضع الطبيعي. هسا بعد هيك أنت ممكن تاخذ هاي الميكانيكال باور بتحولها لأجزاء تانية ممكن تستفيد منها، إنها مثلا تعمل لك جريندينج جرين اللي هي تطحن الحبوب، أو إنها تعمل لك بامبينج ووتر، أو بإمكانك زي ما هو شائع بالوضع الطبيعي إنك تحول هاي الميكانيكال باور لإلكتريستي من خلال إنك تستعمل جينيريتر. هذا بالوضع الطبيعي الأغلب بيستعمله. هسا عشان نتعرف على الأجزاء الرئيسية بأي ويند توربين أو ويند باور بلانت نتعرف على هدول. خلينا نمشي فيهم بالأرقام. عندك رقم واحد اللي هو أنيموميتر. الأنيموميتر هو عبارة عن جهاز بيقيس لك سرعة الرياح، وهذا كتير مهم لأنه في عندك الويند ضروري تكون عارف متى ببلش الكت إن متى الكت أوف عشان تعرف سرعة الرياح. هاي ممكن مرات تعمل لك مشاكل، فضروري تكون أنت مراقب سرعة الرياح حتى تقدر تتحكم في هاي المحطة. الشغلة الثانية اللي عندك اللي هي البليتس. هسا البليتس هاي لحالها بيكون عليها دراسات، بدك تشوف شكلها بيأثر وطريقة تصميمها كتير مهمة. هلا هي وظيفتها الرئيسية بيجي الهواء بخبط فيها، من خلال انسيابيتها بخبط الهواء بخليها تلف. طبعا هي بتكون مشبوكة على الروتر، مجرد ما لفت هاي البليتس بتلف عندك الروتر كامل. بعد هيك بيجي عندك في نظام البريك. طبعا هذا البريك ممكن يكون عندك ميكانيكال بريك، ممكن يكون الكتريكال بريك، ممكن هيدروليك، ممكن يكون يعني عدة أنظمة بيكون في حالة الطوارئ. يعني على سبيل المثال في عندك انت اجت خلينا نحكي عاصفة رياح واضطريت انك توقف هذه الويند لانه ممكن اذا ظلت شغالة مع هاي العاصفة تتكسر وتعمل لك مشاكل. بعد هيك بيجي عندك الكنترولر. زي ما نلاحظ هاي موجود هون الكنترولر. طبعا الكنترولر كتير مهم، اللي هي حكينا مفرضا على سبيل المثال وصل عندك الهواء لسرعات عالية، الكنترولر بياخد هاي الإشارات إنه سرعة الهواء عالية لازم تعمل لي نظام حماية، بيبعت إشارات للبريك بخليها توقف. بعد هيك في عندك بيجي الجير بوكس. طبعا هذا الجير بوكس هو جزء كتير مهم، وعادة بيكون موجود في الويند الكبيرة مش الصغار، لأنه هو عبارة عن كوست عالي بيكون على الويند، فبيستخدموه عشان كمية الهواء لما تجيك مثلا رياح قليلة تشبكها بتحرك لك الهواء بمقدار بسيط. خلينا نحكي يعني تقريبا بتكون 30 ل 60 لفة بالدقيقة. لما تشبكها على جير بوكس هذا الاشي ممكن يضاعف لك سرعته، ممكن توصل ل 1000 RPM. تمام، فهو جزء كتير مهم، لما يضاعف لك السرعة معناته انت في عندك باور اكتر. بعد هيك بيجي عندي اللي هو الجينيريتر. طبعا الجينيريتر عادة على كل الانظمة الجديدة بيكون داخل الويند نفسها مشبوك الجينيريتر، بحيث خلص هاي الميكانيكال باور اللي انت ولدتها تتحول لكهرباء دايركت من فوق. الجنريتر هو زي ما احنا عارفين بحول لك الميكانيكال باور ليش لالكتريسيتي. بعد هيك بيجي عندي خلينا نحكي اللي هو الشافت. في عندي نوعين من الشافت، في عندي اللو سبيد شافت وفي عندي الهاي سبيد شافت. طبعا اللو بيكون هو المشبوك بالوضع الطبيعي مع البليتس اللي هي لما حكينا بلف الهواء بسرعات بسيطة، هذا اللي هو من خلال الجو او الرياح الطبيعية، بيكون مشبوك على شافت تاني بيكون عالي بيعمل على ايش زيادة السرعة. يعني لو فرضا حكينا هون كانت 30 RPM مع شبكتها على الهاي سبيد شافت بتقلب هاي اللي عندك ل 1000 RPM. بعد هيك في عندي بيكون كفر كامل اللي هو بنسميه النيكل، بيكون مغطي اللي هو الجير بوكس وال يعني الحشوة هاي اللي بتكون موجودة جوا كاملة. بعد هيك في عندي نظام البيتش سيستم. طبعا هذا النظام البيتش اللي هو حكينا البليتس هاي ممكن انت عندك تتحرك يمين وشمال بحيث لما يخبط الهواء فيها انه بدي اياها تتحرك او ما تتحرك. يعني مثلا في انظمه بتعمل لك هذا البريك انه بخلي البليتس نفسها تتحكم او تلف بحيث لما يخبط فيها الهواء ما تتحرك، فهذا بتحكم فيه بنظام البيتش. الجزء الرئيسي اللي عندك في الويند اللي هي هذا الروتر. اذا بتطلع هذا الروتر هو عباره عن المحور الرئيسي.
لانه مجرد ما لف الروتر هيلف عندك الشافت المشبوك عليه والجير بوكس والجنريتر ويصير في عندك كهرباء. فهو عبارة عن الجزء الدوار المهم والاساسي في هذا الويند. في عندك طبعا اكيد اللي هو التويل اللي هو بيكون برج خلينا نحكي عشان تكون الويند رافع على فوق. بعد هيك في عندك بيكون طبعا في اتجاه للهواء لازم يكون في تصميم معين. وفي عندي اللي بيتحكم في اتجاه الويند اللي تاخد افضل اتجاه للهواء اللي هي الويند فين، بتشوف وين الاتجاه الهواء الافضل حتى اكسبه وبيتحكم لي في اتجاهها. بعد هيك شو عندنا كمان؟ في عندنا نظام الياو درايف. طبعا الياو درايف هو اللي حكينا مثلا خلينا نحكي الهواء جايتك بهذا الاتجاه افضل اشي، فالياو درايف هو اللي بيتحكم انه ياخدها من افضل اتجاه، ممكن يلف الويند او يخليها باتجاه تاني حسب اتجاه الهواء، وبتكون مشبوكة بموتور بامكانك تتحكم فيه. هاي بالنسبة للاجزاء الرئيسية اللي موجودة عندك في الويند توربين. بعد هيك لو بدنا نتعرف على الادفانتج والديس ادفانتج المهمة خلينا نحكي في الويند توربين. اول اشي عندك في absence of any type and pollution emission، بتلاحظ انه عندك الويند توربين ما فيها اي نوع من التلوث بشكل عام. بعدين saving of fossil fuels، وعندك اخر اشي اللي هي quickly on site، يعني انت مجرد ما اجي عندك هواء خلاص بتبلش هالويند تتحرك وبتبلش تنتج لي كهرباء. بس بالمقابل في عندك شغلات سلبية، على سبيل المثال high maintenance required، تحتاج كتير صيانة أو عالية. في عندك مشكلة تانية الـ power adjustment produce difficulties due to variability of wind، يعني أنت عندك الهواء ما بتقدر تتحكم بسرعة الهواء الخارجي، فمعناته أنت ما بتقدر تتحكم بمقدار الباور الناتج عندك. ممكن بلحظة يجيك هواء كثير، ممكن بلحظة ما يجيك هواء، فما بتقدر تتحكم بمقدار الباور. هلا بإمكانك أنت بس تتحكم إنه إذا زاد أفصل، أو إنه يعني أنا بعمل أون أو أوف، أما إني أتحكم في مقداره قديش الهواء هذا الإشي مش بإيدك. آخر إشي لشان significant environmental impact. وشغلة تانية مهمة عندك كمان فيها إزعاج اللي هو صوتي ومرئي نوعا ما. وكمان زي ما احنا عارفين في عندك من احدى السلبيات الكل بيعرفها انه تكون تقتل الطيور. في يعني كتير عندك سلبيات بتكون مش جوهرية خلينا نحكي، بس بتكون بالحسبان. فهاي اهم الايجابيات واهم السلبيات اللي عندنا. هلا خلينا نتعرف على الجزء الخاص في الجهاز الموجود عندنا في المختبر. يعطيكم العافية شباب، تجربتنا اليوم بدها تكون مقدمة في جهاز الويند اللي هو عبارة عن زي سيميوليشن للويند الموجودة عندنا. طبعا كونه هذا الاشي سيميوليشن واشي داخل المباني، فراح تلاقي انه ما في عندي شفرات، لانه انت اصلا ما في هيكون عندك هواء خارجي اللي يأثر عليها. استغنينا بهذا الاشي بموتور. بدنا نبلش نشرح فيه من هذا الجزء. هاي عندي هاي الويند تيرباين. طبعا الويند تيرباين اللي عندي هون حجمها صغير فما فيها جير بوكس، عشان هيك راح تلاحظ انه انت لما تكون مشغلها هتولد لك كمية كهرباء قليلة غير لما تكون مشبوكة عندك على جير بوكس. طيب الشغلة الثانية، المفروض حكينا اول اشي يكون في عندي بليتس. بدل هاي البليتس استغنين عنها بموتور. الموتور هذا هو هيحرك الشافت اللي هو مشبوك اصلا على الروتور. فيعني انت بس بدل البليتس محطوط عندك موتور وهيلف عندك، وباقي الاجزاء اللي عندك هون رئيسية موجودة كاملة زي ما هي. بعد ما تكون انت عندك خلينا نحكي الهواء لف الروتر ودخل عندي هون، هيطلع عندك من الويند توربين اسلاك. هاي الاسلاك عباره عن ايش؟ هتطلع عندك خط الحامي والبارد، وفي عندك خط حمايه. هلا لما تيجي انت بدك توصل هاي الويند توربين مع جهاز السيميوليشن، اول اشي لازم تكون عارفه انت وين الاشي اللي بدك تشتغل فيه. خلينا نوضح هون قبل ما نبلش. بعد ما نكون احنا عرفنا هذا الويند توربين، لازم انا اعرف الجهاز السيميوليشن اللي هو اللي بيربط لي ما بين الويند توربين مع الجهاز اللي بياخد قراءات. انت يعني هلا شغال عندك وبيولد، طب انت قديش المقدار اللي بتولده؟ قديش عندي تيار فولتج؟ او لو انا بدي اشبك مثلا على لود، هذا الاشي باخده من هون من هذا الجهاز. خلينا نتعرف بشكل عام. الجهاز مقسوم خلينا نحكي لنصفين. النص الاول اللي عندك هون بتعلق بهاي الشاشة فقط، بيكون ستاند الون اللي هو عبارة عن خلينا نحكي الويند مشبوكة بدون الشبكة لحالها، نظام بطاريات. طب كيف هذا بيكون عندك مشبوك؟ بتطلع هلا انا عندي الويند اللي جاي منها، حكينا هيطلع منها اسلاك. اسلاك تاعتها راح تدخل هون في هذا المدخل. خلينا نثبتهم عشان نكونوا عارفينها، الموجب مع الموجب والسالب مع السالب. وكوني شغال في الستاند الون، هاي مكان حماية الأرضية.
تمام. طيب بعد هيك انت شو النظام اللي بدك اياه او شو صار عندي بعد هيك؟ انا هلا لما انا شبكت الويند على هذا الجهاز، لما اجي اشغله هلاحظ انه انا لما تكون الويند شغاله هيبلش يطلع لي مقدار فولتيه ومقدار تيار. طيب بعد هيك انا هذه الفولتيه والتيار وين راح تروح؟ طالما في عندي طاقه انا بولدها طاقه كهربائيه، بامكاني يا اما بخزنها في بطاريات، بستخدم بطاريات بوصل التوصيل على بطاريات، يا اما انت في عندك لود دي سي بدك تشبكه دايركت، اللي هو يعني الدي سي طبعا اللي هي زي كانه من البطاريات ماخذ، بامكانك تشبكه. لو بدك لود اي سي بدك تضطر تشبكه على انفرتر، وفي جواته مخزن انفرتر، هي الانفرتر اللي خاص بالستاند الون. مجرد ما انت تدخل له من هون تيار دي سي بدخل على الانفرتر بحول لك اياه لاي سي، وبعد الاي سي بتشغل تيار بتشغل لود اي سي. فانا هون صار عندي اكثر من شغله. لو انا بدي ادرس فقط قديش انا قاعد بولد بامكاني اطلعها من فولتيه وامبير. لو بدي انا اشغل لود دي سي بقدر اشغل لود دي سي، لود اي سي بامكاني اشغل، بس بدي انتبه انه يكون عندي الانفرتر شغال. لو انا ما بدي اشغل اي شيء وبدي اكتفي فقط في البطاريات اخزن هاي الطاقه، بامكاني اخزنها. طبعا انا هاي الويند اللي عندي بامكاني اتحكم في سرعه الهواء، كوني شابكها على موتور بامكاني اتحكم في تردده، مجرد ما اغير التردد تاعه بقدر اغير تقريبا سرعه الهواء. كيف راح تصير عندك هاي الشغله؟ خلينا نطلع. في عندي هون اللي هي الكبسه الرئيسيه تاعت خلينا نحكي الموتور، تعمل لها اون بيطلع لي هون على الشاشه انه ريدي. بعد ما يعطيني ريدي بجي بحكي له ستارت، بتلاحظ انه ببلش يلف. طبعا هاي سرعه ابتدائيه، هاي اقل سرعه ممكن يبلش فيها الويند، يطلع لك مقدار للفولتيه مقدار للامبير. طبعا انا ما بدي اخليها زي هيك تولد بدون ما اكون شابكها، بس عشان اورجيكم انه كيف راح يشتغل عندك. بامكاني ازيد السرعه من هون، اضلني كابس عليها بلش يتغير عندي التردد تاع الموتور وبتزيد سرعه الرياح، وبامكاني اخففها انا من هون حسب المقدار اللي بدك اياه. بعد ما اخلص من هذا الجزء، خلينا نفرض انك انت خلصت، لازم تطفي الجهاز كالاتي. تعمل له اوطى سرعه اللي هي بتكون 20، بعديها ستوب، بنتظر عليه شوي بيعطيني زي صوت تكه، بعدين بحط له اوف. انت هيك بتكون عملت التجربه الخاصه بالستاند الون، واذا في قراءات هتاخدها. طبعا في تجربه منفصله الها لحالها مع توصيلاتها راح ناخدها ان شاء الله لقدام. طيب خلينا نتعرف على الجزء الثاني. طبعا احنا في البدايه اول ما نكون شغلنا في عندي كبسه سويتش ما بين اذا انت بدك تشتغل على الستاند الون او على الجريد اللي هو بيكون شابك مع شركه الكهرباء. هلا انا عندي في الوضع الطبيعي بيشتغل لك على الستاند الون، لما بدي احوله على الجريد في هون كبسه بيقلب لي النظام على الجريد. طيب الكبسات الرئيسيه اللي عندي هذا المين سويتش، مجرد ما ترفعه بوصل الكهرباء للجهاز وبامكانك تبلش في التجربه. لا سمح الله صار عندك اي ظرف طارئ، في عندك كبسه ايمرجنسي ستوب، مجرد ما تكبسها بفصل لك النظام. في عندي هون شاشه بسيطه تعطيك باراميتر مهمات. خلينا نحكي مثلا على اول واحده اللي هي الويند جينيريشن، شو بيطلع لي؟ بتنتظر عليها شوي بتكون حملت، بيطلع لك هون مقدار السرعه، انت السرعه اللي انت واصل عندها كنسبه مئويه بتطلع لك هون. لو بدك تزيد او تقلل بامكانك من هون، هي تاتش بامكانك تتحكم فيها، في امكانك تعمل اون اوف. نفس تقريبا الكبسات اللي هون موجوده هناك، وبمقدار مقدار الفولتيه والامبير اللي عندك برضه بتطلع لك من هون. طيب في عندي شغلات تانية اللي هي انرجي انالايزر 1 وانرجي انالايزر 2. ايش هم هدول؟ عباره عن ايش؟ هسه نتعرف عليهم، بدناش من هون، تعني نطلع هدول الشغلتين. في عندي هون انا الانرجي انالايزر 1 اللي هي بتكون ايش؟ بروديوس انرجي. في عندي انرجي انالايزر 2 اللي هي بتكون بروديوس او بروفايدد انرجي. ايش بتمثل هاي عندك؟ خلينا نحكي الانرجي انالايزر هاي الاولى مقدار الطاقه اللي انت بتولدها داخل المحطه تاعتك اللي هي الويند اللي عندك. فانت على سبيل المثال هاي مقدار الفولتيه، مقدار الامبير، مقدار الوات ككهرباء، ومقدار اللي هي كوساين الزاويه هاي اللي هي الباور فاكتور. طبعا بامكانك تشوف اكثر من شاشه، في عندك شاشات جوا، كل شغله تفرق معك اذا بدك مثلا في لاين او هاي في فيز، هاي الشغلات بنتعمق فيها لقدام اكثر. طيب هاي استفدنا منها، انت عرفت لنفسك قديش انت ولدت. طب ايش هاي؟ هاي الشاشه اللي هي انت بعد ما تشبك مع شركه الكهرباء شو بصير بينك وبينهم،
زي خلينا نحكي مقاصة، يعني على سبيل المثال أنت أنتجت 100 واط بس كنت شابك لود بداخل المحطة مثلا 50 واط، فأنت أعطيت لشركة الكهرباء اللي ضل، يعني أنت استهلكت 50 واط اللي عندك ووديت لهم 50، فكشركة كهرباء بس بيوصلها اللي هو بالمحصلة سواء أخذت منها أو أعطيتها. فإذا بنلاحظ هون هاي خاصة بالمحطة اللي عندك قديش بنتج بدون أي استهلاك، هاي هون قديش بوصل لشركة الكهرباء سواء أعطيت أو سحبت منهم حسب اللود اللي عندك. بعد هيك أنت لما بدك تيجي تشبك الويند على أوني جريد، هاي عندك المكان اللي بتشبك إله الويند جنريتر، هاي كبسة، هاي الموجب وهي السالب وهي كبسة الحماية أو عفوا هاي الحماية. بعديها أنت هون إذا بدك لود AC تشبك من هون، طبعا ممكنك تشبك لود 3 فيز، وبعد هيك هتشبك هاي الوصلات اللي هون مع شركة الكهرباء. طبعا هذا الجهاز بيمثل لي زي شركة الكهرباء، عبارة عن زي ترانسفورمر، وفي عندك انت هون احمال بتتوزع لبعدين. طبعا كل اشي راح ناخده بتجربة لحالها منفصلة ونتعرف عليها اكثر، بس هيك بشكل عام لمحة بسيطة عن اجزاء الجهاز. حكينا هون في عندي اللي هو الانفيرتر الخاص بالستاند الون، وفي عندي هون 3 انفيرتر اللي تعون شركة الكهرباء، لانه بيكون عندك 3 فاز، فاز اول فاز ثاني فاز ثالث، لازم تكون هدول شغالات. طبعا كل تجربة لها طريقة توصيل معينة، لها طريقة لود معينة، ولها حسابات معينة. ضروري بهذا التجربة تكونوا عارفين كل جزء ايش هو. بالتقرير بالذات هاي المرة لازم تكون انت في عندك هاي الجهاز كامل، تعرف كل جزء ايش هو، ترسمه وتحط اجزائه عليه بالضبط بشكل واضح. الثلاث اجزاء هاي اللي عندك موجود لهم رسمة بالمانيوال، ما بدي تطبعها المانيوال، بدي انت بايدك بعينك الله ترسمها بخط اليد بشكل مرتب كل جزء ايش هو، عشان تكون عارف انت هاي انه الانبوت وهاي الاوتبوت هاي البطاريات، لانه بكرة انت راح تصير هاي اشي التوصيلات توصلها بخط اليد. وبهيك بنكون خلصنا تعريف بالجهاز. يعطيكم الف عافية، مشكورين جميعا.